سعاد رزقنا. ماما ديالي، ماما ديالي، ماما ديالي، ماما ديالي. انا قلت لك بعد مني، ما قلت لك بعد مني. ماما سعاد رزقنا. ماما ديالي، ماما ديالي، ماما ديالي، ماما ديالي. انا قلت لك بعد مني، ما قلت لك بعد مني. ماما السيد كيخرج من الدار كأنه موظف كبير محسن بالحوايج، نقيم كل شيء ديالو هذا، وسيدة كطلب ما عندها شيء، وهذا تخبعت في البيت ديالها وكتستنزل بالعائلة، وهو صبر للسفرة كيمضيها كيقول لها اليوم غنقتلك، فهي كتفاجأ بأن السيد عنده سفرة كبيرة. وملي ما لحقش مرتو تعرضت لامها، خشاها فيها في السدر ديالها، تتهرست الشفره في السدر ديالها، تتهرست الشفره. هو جا هبط عندنا جالس مع رجال والعيالات كاينين وما تيحشمش، هضرتو ماشي هي هذيك. انا قلت لهم هذا السيد راه ماشي طبيعي، هضرتو شارب شي حاجه، هو ما مريض ما حمق. انا كنقولها اللودن البلاصه الخطيره، وزاد هاد الضربه هنا للقلب يمكن ولا شنو، بحيث بقى الراس ديال الجنوي بقى لداخل. حرام 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 حرام، حسبي الله ونعم الوكيل. ضرب السيده اللي توفات هذه راه عمتي، انا عمتي عندي وحده، عنديش غيرها. وسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، بحال جينا نتسامحوا معها. مع هاد كورونا ما كنسافروا ما والو، ما شفناهاش هادي عام، ممكن عام وزياده، ولكن سبحان الله احنا منين راجلها مريض عيان مسكين طريح الفراش كنا غنجيو نشوفوه. ولكن قبل من هاد الشيء كاين معطيات اخرى. بنته، البنت اللي سميتها فاتحه، المهم كانت ديما كتستنجد بينا، تطلبنا فلوس. با مريض نهار اللي ماشي دائما، لا ما نكذبوش على الله، نهار اللي طاح باها مريض وهي كطلبنا عاونوني عاونوني، كنعاونها باش ما قدرنا. ومره اخرى طلبت عاوتاني، قلنا لها حنا ما بدنا ما نديرو، مره اخرى ان شاء الله حنا يكون خير، كنا لا يكون خير ما عليناش صافي. كنا غنجيو عندها، كانت توفى خالي الله يرحمه، ما جيناش. المهم هاد الحد هذا قلت لهم والو، انا غنمشي نشوف عزيزي، نشوف عزيزي ونشوف عمتي. هي هذيك جينا جلسنا معاهم، تغدينا معاهم، بقات عمتي مسكينه الله يرحمها تتعاود لينا على هاد شنسميه، ما عرفتش شنسميه، كتعاود لنا عليه اش دار لهم. قالت هي مسكينه على نيتها، قالت لنا كون شفتوا البارح راه حنا ما نعسنا ما شفناه، جيتو لقيتونا ضايخين راه ما نعسنا ما شفناه مع فلان عبد السلام، راه مسكين معصب تعصب. وديك هي هادشي اللي ظنات، داك المشاكل ديالو مع عائلته اللي واكلينو في الورط ديالو، راه تهستر ومشى للسطح وبغى يقتل راسو، وهز واحد الشفره قدها قداش وبغى يقتل راسو وغيضرب راسو. عاودت لنا عمتي على اللي وقع نهار السبت بالليل، صافي ومشى للحمام وجا نعس ما كاين والو. حنا جينا نهار الحد تغدينا معاهم كايو الناس، ما كاين حتى حاجه، شفناهم الحمد لله، هضرنا ضحكنا. هو جا هبط عندنا جالس مع رجال والعيالات كاينين وما تيحشمش، هضرتو ماشي هي هذيك. انا قلت لهم هذا السيد راه ماشي طبيعي، هضرتو شارب شي حاجه، حيت هو اصلا تيحشم كيهضر معاك، كان في الاول تيحشم تيهضر هكا، ولكن ما كانش طبيعي انه شارب شي حاجه واكل شي حاجه، واه شي مهلويس ولا شي حاجه، انه ما سكتش ما كيسكتش بالهضره، وهضرته فيلغير خايبه. ما عليناش صافي، حنا تما هو راه طالع وهز الجنوي وكيدق كيدق، حنا ما دينا ما جبنا ما سمع ما دينا ما جبنا. صافي صلينا العصر، عطينا لعمتي اللي كتاب شي بركه ومشينا بحالنا. مع الخمسه خرجنا من هنايا، ما فين وصلنا القنيطره وجلسنا شويه، حتى بدات كتصيفط لي انا فاتحه مرت هاد عبد السلام اللي قاتل،
كتصيفط ليا الكتابه كتقول ليا عتقوني انا راه عبد السلام انا راه خايفه. كنقول لها انا شنو كاين مالكي انا راه عبد السلام راه هز الشفره. كنقول لها عيطي لبو ولاد عمك راه حداك حنايا راه بعاد حنا اش غنديروا لك حنا بعاد. كتقول لي لا اقول سلوى ادعي معايا ديروا لي. وكتصيفط لاختي حتى هي اوديوات راه اختي عندها اوديوات كثر من اللي عندي انا داكشي بحال عايشه هنا بحال كانت معاهم في فلاسين. واش حنا بنتي واش حنا معاك حنا راه ماشي معاك حنا راه بعاد استنجدي بالناس اللي معاك عيطي بالتليفون عندك تليفون. هو راه تنسمعوا غير تيفرح تيفرح في البيبان تيفرح عليها يمكن واش هربات وهبطت لتحت ولا المهم. انا بقيت كنتصل بالولاد عمي ولد عمي سكت له عتق عمتي راه في خطر عتق عبد الحميد سميتو عبد الحميد عتق راه عمتي غيوقع لها شي حاجه راه السيد راه الشفره وراه غادي يقتلهم لانه هو السيد هذا كله على الطمع ماشي على شي حاجه اخرى. الطمع بغى يقتلهم يصفي معاهم ويعيش هو في هذا الدار معزز مكرم ما كاين حتى حاجه كايوها الناس حيت هو سمعنا على حساب اللي ما سمعنا البارح حنا اول مره تنسمعوها بانه فايت كان في الحبس وهذا الشيء حنا ما كناش عارفينه. كون كنا عارفينه انه كان فايت في الحبس ما غنخليوش ياخذها. هو ما مريض ما حمق انا كنقولها وجا عندي حتى القنيطره لداري ضايف مشى لديك المراه مسكينه اللي راها باقا جالسه وما كتقدرش هي مسكينه كانت غليظه وهذا ما كتقدرش تدافع على نفسها ما تقدر دير حتى شي حاجه. مشى ليها عطاها اللودن بدلها بالودن ضربه اللودن لان باش ما تعيش كعطاها غير ضربه عاديه هذا ممكن ولا جرحها ممكن غادي واخا تبقى حتى شهر في الكلينيك ماشي مشكل. عطاها اللودن لبلاصه الخطيره وزادها الضربه لهنا للقلب يمكن ولا شنو بحيث بقى الراس ديال الجنوي بقى لداخل. هذا اللي هز الشفره ديال الذبيحه شنو ناوي هذا كوعي كنهز موس عادي نقولوا هذا تهدد. هذا هز الشفره كبيره ديال الذبيحه وموجدها ودايرها دايرها هنا حطها هنا على ما كيقولوه كان دايرها هنا بجنبه. هاد السيده هذه بمراته ما تخافش على امها وما تخافش على راسها وتخبي كاع الجناوه من الدار تحيدهم من حداه دير اي طريقه دير اي وسيله اي حاجه ديرها ديال الخطر او على الاقل تمشي تهضر مع البوليس تهضر مع الجيران تهضر مع العائله. هي ساكته خايفه ساك واش خايفه واش ما فهمناش ساكته واش كاين ما خفتيش على راسك خافي على والديك خافي على باك المسكين خافي على عمتي. حنا كنطالبوا بحقنا. انا عمتي الدم ديالها ما يمشيش هكاك راه ما كاين فيها لا حمق ولا حمريض. هاد المراه هادي شكون اللي غيرضها لنا؟ مشات عمتي مشات الدار اللي كنا كنجيو عندها ودخلوا عندها اللي كنا كنجيو عند حرام حرام غدرا ولا حرام غدرا حسبي الله ونعم الوكيل غدرا. وبنت خاي يعني نهار الاولاني اللي مرض بدات كتتصل بينا حنا عائله كاينه انا وكاينه اختي اخت ديالي حتى هي في اسبانيا. انا مهاجر ولكن متقاعد. ايوا كتتصل بينا بان راه طاح وخصها تجيب الطبيب وخصها هذا و غنا نصيفطوا لهم ما عندهاش ما عندهمش الفلوس وبان الاخ ديالي بما انه هو 85 سنة في العمر ديالو كان جندي متقاعد يعني الأجرة ديالو ما كتفوتش 900 درهم في الشهر وعارفين هادشي هذا ودائما كنساعدوهم. وهي كتشتغل كمدرسة في واحد الأطفال صار إلى أن عارفين حنا بأن الناس ضعاف وهذا حنا نظرا ان الضعف الخاي وهذا كنقولوا نعاونوه. وتفاجات بان تختي قالت لها وتفاجات ان الزوجه ديالي قالت لها كطلب لها لان الزوجه ديالي مع بنتي لان بنتي غادي تولد دابا في شهر مارس. مور ديك الشيء هذاك وقع يعني دهورت الحاله ديال الخاي واضطرينا انه نشوفوا له الطبيب اللي غادي يعطينا شي نصائح. والطبيب اللي قال انه خصو يمشي لشي كلينيك على العلم ان حتى شي كلينيكا ما قبلت تقبل هذا المريض هذا. يعني انا اللي فهمت
ان هنا كاينه ضغوطات من الزوج ديالها، لان امها ما يمكنش تعمل هاد الضغوطات. عمره ما وقع لنا هادشي هذا سابقا، بالعكس واخا الناس ضعافين مستوري. وصلنا ان هنايا العائله بدات كتلاعب، وهادشي ما كانش في هاد البنت هادي، ما كانش فيها هادشي هذا. اذا هنا واحد التاثير من طرف اخر. في الساعه اللي انا هضرت مع السيده مرات خاي وقلت لها ان شوفها شنو وقع وشنو وقع، يعني بحال اللي وصل لهم الخبر اننا انا فطنا، وقلت للعائله اللي هما اخت ديالي ولا الزوجه ديالي ولا بنت عمتي ولا ناس اخرين، قلت لهم شوفوا الله يجازيكم بخير، حتى واحد ما يصيفط شي حاجه الا واذا استشار معايا. راه هنايا وقع شي امورات اللي ما انا ما عرفاش كيفاش منيا، فهمتي؟ لان بدا كيتضح لي ان هنايا كاينه شي حاجه اخرى، شي تاثير من شي طرف. ما نهار الحاد انا جيت قبل الظهر وبقيت مع خاي هنا في الدار ديالو، يلاه جيت وبقيت معاه هنايا الا تفت العصر، تغديت مع خاي وكل شيء. والخاي تحسن الصوره ديالو، تحسنت الصوره ديالو، وما هدرت ما تكلمت لان كانت الدار عامره. انا كنت عوالا ان نجبر مرات خاي وغادي نتناقش معها في هذا الموضوع، جبرت الدار عامره. السيد كان منتظر انني غادي نجيب معايا حقيبه المال، بالعكس انا دنيت العصار سلمت على خاي وودعته لان انا عجزت من السفر، وقلت له انا تنغدى ونجي عندك. اتفقت انا خاي سلمت عليه مشيت حالي. وفي الليل وقعت هذه الفاجعه هذه، ان السيد وقيله كان منتظر ان يكون المال، انا كنظن كي مدمن وكيتعد، ولكن يعني الزوجه ديالو سالت هذا السؤال كتقول لي لا، وكتظهر لي بان هي خوفانه، ولو انه دابا عند البوليس هي باقا خوفانه كتغطي عليه بحال لي يعني لا ما كيعملش ما كيديرش. انا تفاجات ان كيطلب لها المال، شاريا له تليفون، حنا كطلبنا وشاريا له تليفون 1,300,000. انا ما عنديش هذاك التليفون هذاك، فهمتي؟ انا ما عنديش هذا التليفون هذا. دابا ملي جينا وكنهضروا مع الجيران وهذا تفاجأنا بزاف ديال الامورات. لا، بين المرحومه ما عنده حتى شي خلاف، ما عنده حتى شي خلاف، بالعكس انا كنجلس معاهم، كنت كنجي كنجلس معاهم كتقول لي الخير فيه السيد مزيان وهذا، فهمتي؟ اللي كاينه كاينه، لانهما الاخ ديالي والزوجه ديالو في الطبق السفلي، وبنته وهاد الزوج هذا كيسكنوا في الطبق العلوي، يعني هو حتى الماكله ما كياكلش معاهم، كياكل هنا في البيت ديالهم فوق الدار فوق، اللي هي مجهزه بكل شيء ديالها، اللي دخل هو ما دخل حتى حاجه معه. يعني اش اقول لك، كانه تفتحت له ليله القدر من هذا السيد هذا، فهمتي؟ واللي حسينا ان الزوجه مرعوبه منه، ولو انه حاليا مرعوبه خوفانه منه، ملي كتجهدو كتبقى تغير ترعد، يعني مهدده. هذيك الليله هذيك السيد ربما سقصها، واش انا عطيت شي حاجه ولا ما عطيتش. انا هذا هو الحل اللي عندي، وهذا اللي كنظن انا وقع، انه سقصها واش عطيت شي حاجه، قلت له ما عطيتش، وعلاش ما طلبتي له شي، وعلاش ما قلتي له شي، وحنا عندنا مصاريف وهذا. ملي شاف راسو ناضر للزوجه ديالو، تخبعت في البيت ديالها وكتستنجد بالعائله، وهو شبر السفره كيمضيها كيقول لها اليوم نقتلك. يعني هنايا كاينه العمد وسابق الاصرار في القتل، هذا ماشي غير غلطه ولا شي حاجه، السيد موجد وكان غادي يقتل الزوجه ديالو ماشي امها. امها مسكينه طلعات صحاب لها راه كاينه غير صداع بسيط، فهي كتفاجئ بان السيد عنده شفره كبيره، وملي ما لحقش مرته
تعرضت لامها خشاها فيها في الصدر ديالها تتهرست الشفره فهمتي. انا سبحان الله هذا السيد هذا ما هو مريض ما هو يقولوا اذا معك عنده شي حاجه عقليا ولا هذا. انا جلست معاه هدرت معاه وتحدثت معاه السيد في كامل عقله. انما الحل الواحد اللي عندي ان هذا السيد مدمن كيعجبو الفلوس وجوار الفرصه في هذه العائله هذه جوار الفرصه في هذه العائله. السيد اللي هو الاب مريض معدوم والزوجة مرة مسكينة كبيرة 75 عام والبنت في يده كيعمل فيها اللي كيبغي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.